الثاني، تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية، بتروح الكرة للخصم سون هيونغ، واضح القوة في الأداء، مارسيلو، فرصة خطرة مع جريزمان، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة، الله على هذه النهاية. نشوف الكرة مرة ثانية، شوف كيف تمكن من التسجيل، هذه الجملة المتقنة بداية من العرضية وحتى النهاية في المرمى. بعد هذا الهدف النتيجة صارت 4-1. يتحرك بالكرة للأمام. ليونيل ميسي. مرتدة ممكن تكون سريعة. كريم بنزيما. هيونغ مين سون. يفقد الكرة. ليونيل ميسي. ساديو ماني. يستعيد الكرة بتدخل سليم. اللقاء ينتهي مع صافرة النهاية. شخصية كبيرة من الفريق الفائز، سيطرة كانت بالطول والعرض، أهداف كلها تصب في نفس المرمى. إمكانيات كبيرة، شوف المرور، الله على المهارة. أوباميانغ. أوه، الكرة من أوباميانغ أمام المرمى، لا يهدرها. مودريتش. ممكن التعادل. التعادل. مودريتش. ممكن التعادل. التعادل من جديد. أي ندية وأي إثارة. كل فريق غير قادر على فرض أسلوبه وسيطرته على المباراة. شوف القمة، شوف التكافؤ حتى الآن. كريم بنزيما يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، الكرة داخل المرمى، هدف يأتي بعد عمل كبير. أي ضغط. كرة خطيرة لبنزيما. مارسيلو. فرصة خطرة مع جريزمان. الكرة